حصدت كاتبة الإثارة والجريمة الإسبانية كارمن مولا إحدى أرفع الجوائز الأدبية بالعالم، وهي جائزة بلانيتا الأدبية البالغة 1,000,000 يورو، يعني 1,160,000 دولار، عن روايتها الوحش. الصدمة كانت إنه العالم اكتشف خلال الحفلة إنها مش كاتبة حقيقية، بل هي 3 رجال استخدموا اسم مستعار ل4 سنين متتالية من دون ما حدا يكتشف أمرهم. كتاب الوحش ركز على قتل الأطفال بمدريد خلال تفشي الكوليرا عام 1834، وحصد اهتمام عدد كبير من القراء وحقق نسبة بيع كبيرة كتير. وأضافت الصحف أنه مولا بالحقيقة هي خورخي دياز، أوغستين مارتينيز، وأنطونيو مرسيرو، وهن كتاب سيناريو تلفزيون إسبان بالأربعينات والخمسينات من أعمارهم. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.